أنا وليد الصراوي، عمري 54 سنة وست شهور، من مواليد الزرقاء وسكان الزرقاء، متزوج، عندي ولدين وبنتين. قدمت امتحان الثانوية العامة لأول مرة في سنة 85-86، يعني قبل 36 عام، وما حصلت على المعدل اللي أهلني أني أدخل الجامعة، فتركت المقاعد الدراسية واتجهت إلى سوق العمل ظنا مني بأنه هذا هو سبيل النجاح. ولكن مع مرور الأيام أثبتت لي الحياة بأنه الشهادة هي سلاح وهي مفتاح العبور إلى العالم. بعد 36 سنة من العمل اتقاعدت. لما اتقاعدت رجع لي حلمي القديم، حلم يراودني من 36 عام، إني أدخل الجامعة وأحصل على الشهادة العليا. فبالفعل لما تقاعدت صادف بأنه أبنائي الاثنين كان عندهم توجيه، والله شفت هالشباب فاتحين هالكتب، اتحمست، ارتفعت معنوياتي، طرحت عليهم فكرة إني أقدم معهم، انبسطوا، عجبتهم الفكرة، وبالفعل دخلنا مع الشباب وبلشنا دراسة، والحمد لله رب العالمين حصلت على معدل 95 لهذا العام، وكان بإمكاني أجيب أكثر يعني، بس الحمد لله على اللي صار. أنا مقتنع بالمعدل لأنه بيأهلني أني أدخل الجامعة بالتخصص اللي بدي إياه. طبعا يعني فكرة دخولي للجامعة بهذا السن، البعض أيد البعض عارض، أكيد يعني لابد من أنك تسمع كلمة من هون كلمة من هناك، يعني في ناس محبطين بدمروا معنويات اللي قبالهم، لكن أنا بقول العلم ما بتوقف عند عمر معين، فبإذن الله راح أستطيع وأتمكن بمشيئة الله أني أوازن ما بين واجباتي البيتية ودراستي الجامعية، الحلم القديم اللي صحي عندي متأخر وحاب أحققه بإذن رب العالمين. يعني وقت الدراسة بالنسبة لي أنا كان مضاعف عن أولادي، لأنه بالنسبة للشباب يعني كانوا يدرسوا معي 6 ساعات في النهار، لكن أنا مضطر كوني أنا اللي كنت أدرسهم إني أدرس 6 ساعات في النهار معاهم عشان أدرسهم، وأدرس 6 ساعات في الليل عشان أحضرهم للي بدي أعطيهم إياه، فكان التعب علي مضاعف. أنا يمكن هذا كمان كان لصالحي بأنه خلاني أجيب معدل أعلى منهم، دراستي مضاعفة فمعدلي كان أعلى منهم شوية، علما بأنه صدقا يعني أنا حبيت ولادي يكونوا معدلاتهم أفضل مني، بس الحمد لله الشباب نجحوا والله أكرمنا ونجحت العيلة كلها أنا وأولادي الحمد لله رب العالمين. يعني مش معنى انه اذا تقاعدنا احنا خلص هيك بدنا ننتظر الموت، لا 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 ابدا، بامكانك تحط امامك هدف تسعى لتحقيقه. انا عن نفسي هدفي كان اني انهل قدر المستطاع من بحر العلم، لاني انا بحب العلم، انا بحب الدراسه. طبعا بعد ما وجهت رسالتي الى المتقاعدين اللي مثلي، خليني أوجه رسالة أخرى لأبنائي وحبايبي طلاب الثانوية العامة اللي بدي متقدم السنة هاي والسنوات اللي بعديها. يا حبايبي لا تغلطوا غلطتي، أنا غلطت وندمت ورجعت عالجت غلطي لتركي للمقاعد الدراسية، رجعت أكفر عن ذنبي وأعالج غلطي بعد 36 سنة. لا تغلطوا يا حبايبي، ركزوا في دراستكم، ركزوا في دراستكم، كل واحد شهادته ما بنفعه إلا هي اللي بتوصلك بإذن رب العالمين إلى الشيء اللي بدك إياه، فيركزوا في دراستهم أبنائنا، وبتمنى التوفيق للجميع.